عسلامة. على عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. بلاي ثم ان سيجي تري امبورطون في البلاد هذه قاعد يصير، وانا نحس انه خطر برشا على البلاد هذه، وانه هذوما لي زافريكان اللي داخلين للبلاد هذه، ونحن نتصور سيتياسيون نتاع البلاد يعني كريتيك، يعني بلادك سيتياسيون فهمت وضعيه اقتصاديه فهمت واحد وكذا. الناس هذوما لو نومبر ديجا موجودين في كل الولايات نتاع تونس، لكل ولايه اسك وزاره الداخليه في بالها ولا في بلاش هذايا فهمت واحد. نحبوا نعرفوا فهمت يعني هذوما الناس تدخل باش لبيزال حتى شيء، ما ثم حتى مراقبه، ما ثم حتى شيء، كيفاش الحكايه؟ والله مانيش فاهم. نطلب السلطه هذه فهمت واحد باش يشوفوا راه فما خطر كبير برشا على البلاد. احنا مش ناقصين يعني مصايب كملوا هذوما فهمت، مع كل احترامي ليهم فهمت. انا من رايي فهمت صيحه للمسؤولين باش يعني ياكلي يهتموا بالموضوع هذا، راهو تري امبورطون، راهو كاش يقولوا الوقايه خير من العلاج، توا نعالجوها الحكايه خير ما تتفاقم اكثر فاكثر فهمت. نتيجه كيفاش تكون؟ نتيجه سلبيه برشا. الناس هذوما فهمت واحد بعد اللي في الصفاق واش معنى قال لك عاملين محكمه وحدهم وعاملين كذا فهمت وحدهم فهمت. مره يعني صارت عركه ما عادش في حي من الحياه، يعني صار قريب تحل الارواح سكاكن جبدت فهمت واحد وين بعضهم معناها شو بعضهم ضد التوانسه. ضد التوانسه موجودين في كل بلاد. هما ضد التوانسه. هما ضد التوانسه تعرفوا. فهمت صارت الحكايه يعرفوها الناس الكل. تعدت حتى على الفيسبوك فهمت واحد وين السلطة المسؤوله؟ اسكو شاعرين بالخطر ولا لا؟ انا صيحه كاش يقولوا فزع من هنا. مش انت المواطن الوحيد المتقلق، فما برشا مواطنين زاد متقلقين. ايه المواطنين الكل متقلقه. مشي شوفوا هذه موجودين في كل ولايه. هذه مش ثم مخطط كي تراهم انت في كل ولايه موجودين، مش تحس لي ثم مخطط للبلاد هذه؟ مش هكلي فهمت واحد هكلي جا في العاصمه وكهو، هذو موجودين في صفاقس في نابل في انا ريتهم في الهواريه. كثرش الهواريه في اخر الدنيا، يعني ياكلي من طرف الهواريه. هم موجودين في الهواري، موجودين في قليبيا، موجودين في نابل، موجودين في سوسه، موجودين في صفاقس. وين المسؤولين الكبار؟ اللي عندهم مصير البلاد هذيا؟ شو يقعدوا يتفرجوا ديما هكا؟ نحن كل حاجه نتفرجوا فيها حتى نتفاقم. شنو اللي اختار اللي يمثلوهم؟ انا نرى في مختار وكهو من ناحيه من كل شيء، نواحي حتى الاجراميه يعني. فهمتم؟ فما ناس تدخل في وسط مهندسين محارفين. هلا بريفونين قلت لك عركه صارت فهمت واحد سكيكن جبدت ما بيناتهم. واصلت هما اوروبا يمشي يدخلوا سون فيزا يدخلوا هما لتونس. وقت التوانسه كانوا يدخلوا لافريك باللي فيزا. باللي فيزا يدخلوا ولا؟ فهمت؟ انت عندك علم اللي باللي فيزا نحن ندخلوا لافريك ولا؟ البلدان هما. هما داخلين ولا ماني عارف. ولو نومبر يفجع. مش نتاع يعني الاف ولا هذه ممكن ثم على درجه 170,000 ولا 180,000 يعني افريقي مع كل احترامي ليهم يعني فهمت، لكن زاد ثم ظروف تتحتم علينا باش نقفوا لبلادنا. ثم المتخلق يقول لك الخدم الكل هما اللي يخدموا فيها، معناها الشباب ما عندوش خدم عاطل على العمل وما يخدم. هما يخدموا لنا يخدموا فيهم في كل في المغازات في الـ في الـ في لي بوتيك في الفلاحه في الواحد. هو نقول لك شويه منه شويه منه راهو. كيفاش شويه منه شويه منه؟ يحب هذا به راقد ويجي الفلوس اللي يديه، هو يمد يده لاخته ولامه وما يحبش يمشي يخدم. شويه منه وشويه منه. لكن ثم وطن اون جو. ثم وطن اون جو كهو. كهو هذا شنو نقول انا اكثر من هكا. شنو تطلب بالضبط انت؟ السلطه تقوم بواجبها كهو تو سامبلومون. صورة تقوم بوجبها. حاسين بالخطر ولا؟ أنا ماذا بيا إجابة وكهو. ترى أنه لازم يتم ترحيلهم؟ بيان سور ترحيلهم. أوروبا اللي تدعي بحقوق الإنسان رحلتهم. الناس كذاب هذوك نتاع أوروبا هذوك ماكلي ما يمسحوا على قطوسة وعلى كذا، ما عندهم حتى إنسانية هذوك. الناس هذوك ما عندهم حتى إنسانية، هذاك فيلم يعملوا فيه. اوروبا راهو فيلم تاع حقوق الانسان وحقوق الطفل وحقوق الدرج شنو وقت اللي مصلحه بلادهم ما عندهم لا حقوق لا انسان ولا حقوق طفل ولا حقوق حتى حتى الحيوان ما عندوش حقوق وقت يولي. فهمت كيفاش؟ انت ضدهم كان هما ولا ضد الاجانب الكل؟
ودي انا نحكي لك لو نومبر راهو لو نومبر نتاع لي افريكان هذوما راهو يفجع وراهو كليكيت كليكيت عايشين والناس ولاو حتى يد العامله فكوها في تونس. نعرفوا انهم هما يخلصوا بارخص الاثمان يعني. انت ليش تمو فما الناس الاكل يستغلوا فهمت ما يهمهمش يستغلوا استغلاليين يخدموا فهمت واحد نعرف عارفين هذا احنا مسكوتنا مسكوت وطن ما يهمناش في الناس هذوما انا نحكي وطن ثم اختر ثم النومبر هذا يفجع تاع لي زافريكان موجودين في تونس شنو هي هذايا وعمال يزيدوا راهو وما انا مريت الدوله ما قايمه حتى واجبها تو لحد الان ما ريتش حتى شيء وما سمعتش حتى شيء انا ماذا بيا انتوما حتى كصاحبين تعملوا بحث تعملوا انفستيغاسيون على الناس هذوما كيفاش دخلوا كيفاش كذا كيفاش يعيشوا لهنا وشنو والله اعلم شنو وراهم شنو وراهم زاد اون بلوس لاني مش معك اولوان ثم مخطط حس كاين ثم مخطط انه ثم مخطط هكا مخي يقول لي شنو الناس كلها هابطه لهنا مخطط نتاع شنيه بالضبط؟ ما نعرف ما نعرفش الله اعلم المهم مخطط احتلال الله اعلم الله اعلم انا قلت كلمه عش بنتي الوقايه خير من العلاج هذه حياتك تعلمها انسان يكون يقبل يسبق الحدث قبل ما يصير انا راه اللي اختار برشا على البلاد وكا هاو ما عادش نجم نقول لك حتى شيء صاي صاي ما فماش مراقبه ولا منعرف عليهم هذا سؤال من اخي انا نخدم في وزاره الداخليه انت ترى انا ما يظل ما فماش حتى مراقبه ومش حاسين بالخطر على خاطر العدد عمال يكبر انا حاس انا حاس وانه الدوله مش شاعره بالخطر هذا خلي لي كلمه الختام لك هاو نقول لك احنا ماذا بينا البلاد الدوله تفيق على الخطر اللي داهم على البلاد هذه وكهو